خصوصية بالنسبة للشخصيات العامة والنجوم وبالذات الفنانين شبه معدوم. يعني هو المجتمع بيعتبر انه بما انه بقى شخصية عامة فأي معلومات عنه كمان بقت عامة. في حاجات شخصية ما ينفعش انت تعديها عشان تحط تنشر حياتي كده قدام الناس. انا في حاجات ما ينفعش تبقى in public او بتتنشر على الصحافة او في الميديا، او من حقي تبقى حاجتي انا زي اي بني ادم. عند الفنانات والمطربات والسياسيات كده بيبقى الانتهاك اكبر كمان، بيعتبروا ان اي خبر ممكن يتحول لفضيحة، فبالتالي مصدر لجذب القارئ، فبالتالي هنبيع اكتر او الموقع بتاعنا هيتشاف اكتر. وسائل التواصل الاجتماعي انا بتفاجئ انه لما بكتب رأي معين حتى ساعات بيقتطع يعني من سياقه ويتحط كخبر في المواقع، وابقى انا مش قصده او حتى قصده، بس قصده اقول لاصحابي. يعني مرات ببقى عايزه اقول كلام شخصي. بعض الاشخاص بيروحوا واخدين اي حاجه شخص يكتبها شخصيه عامه او فنان ويتعاملوا معاها على انها خبر، ياخدوا صورته الشخصيه ويتعاملوا معاها على انها خبر. انا رايي طبعا انه ده في انتهاك فظيع للخصوصيه، ما فيهوش اي ضمير مهني، والمفروض يبقى في محاربه لده من الجهات بقى المختصه، بقى سواء النقابه، المجلس الاعلى للصحافه. يعني انا قلت لكم قد ايه السوقات اللي عملتها من ساعه ما دخلت مصر، وجزء كبير من التحرش والاغتصاب وانتهاك العرض اللي في الشارع بسبب وامثالها. ما كل ما نتفرج على الحاجات دي وحاجات طالعه ونازله ومش عارف ايه، ننزل ننفس ونطلع الكبت ده في الشارع في البنات الغلابه اخواتنا. فكره التحرش الجماعي دي كارثه، انه وقبل الميدان التحرير وقت الثوره كده كان في فكره الاعياد، انه انك تنزلي العيد تروحي السينما ترجعي يعني حد اعتدى عليكي. وانا بالنسبه لي بقى التحرش بكلمه بايد وصولا للاغتصاب هو كله تحرش غير مقبول. يعني مفيش درجات، مفيش حاجه اسمها معلش قصها كلمه، معلش قصه مد ايده بس. ده منطق ذكوري في رايي غير مقبول. كتير اللي كانوا بيتعرضوا للتحرش او الاغتصاب مثلا في ميدان التحرير بلاقي نبره اللي هي طب ما هي ايه اللي وداها هناك في مكان زحمه، ما هي تبقى هي اللي عايزه كده. انا مبسوطه دلوقتي انه البنات بتتكلم على التحرش، لانه انا تجربتي الشخصيه وانا صغيره الحقيقه انه التحرش ده كان شيء عادي في الاوتوبيسات، لان الاوتوبيسات وانا صغيره لما كنا يعني في طبقتي يعني مش بنركب الباص بتاع المدرسه، احنا بنركب الاوتوبيس، فالاوتوبيس كان بيبقى زحمه جدا وكان بيحصل فيه تحرشات، وكانت البنت اللي تنطق كل الاوتوبيس بيشتم، لان الام والاب بيربوا لما بيبقى عندهم بنات واولاد، يا ايوه امسك البنات حسس عليهم بوس البنت، لكن البنت بتكبت على انها عار. سيدنا جعفر الصادق دخل الى ما وراء النهر فوجد النساء فاتشات زراعه زرعهن وهكذا الى اخره، فقالوا نعمل ايه بقى؟ نفس السؤال، انا لو بصيت كده هلاقي واحد او اغض ابص كده، لا ما هو ما قالكش تعمل كده تبص هنا وتبص هنا، لا ده مفهوم الحجاب انه من حق المرأة ان تتحاجب، فمن حق المرأة الا تنظر اليها الا باذنها وقد اسقطت هي حقها. تمام واخد بالك هي اللي تخلت عن الميزة حقها. اللي رب او الحق اللي ربنا ادهولها انها تحفظ نفسها. لها على فكرة انا مش هخلي ولا واحد من الرجالة ده يبص لك الا باذنك. هي تنزلت عن هذا الحق، فقال سقطت حرمة النظر إليهن. سقطت حرمة النظر إليهن. خلاص. هنا بقى البص يبقى عادي. لا طبعا لا، ما هو الله، ما المحجبات بيتم التحرش بيهم، والتحرشات اللي كانت في السينمات في وسط البلد قبل الثورة والتحرشات في ميدان التحرير كانت لبنات سافرات ومحجبات، لا ما منعش. وبالعكس أنا شفت بنفسي منقبات بيتعكسوا، يا ترى ايه اللي تحت النقاب طول الوقت. فعلا في اصرار على إدانة المرأة انه هي لو كانت لابسه فتستحق. طب واللي بيغتصبوا الاطفال هم كمان كانوا قلعين ولابسين وعامل لهم اغراء، مش معقول. طب واللي بيتحرشوا بالمحجبات واللي بيتحرشوا بالمنقبات. اما بتركبي المترو في عربيه السيدات ما بتلاقيش مساحه شخصيه،
يعني عربية السيدات بتبقى متكدسة والبنات يقولك ما احنا بنات في بعض فتمام ايه يعني انا اقف زي ما انا عايزة. لما بيضطروا يركبوا عربيات تانية بتبقى يعيني البنت واقفة على فكرة بقى في حالة من الرعب برضو يعني بتبقى واقفة محوطة على نفسها قافلة على روحها كده ومثلا حاطة شنطتها ما عرفش ايه وعاملة ايه. انا ليا مساحة معينة من حق ان انا اتحرك فيها ومش ومن حق ان انا اقف فيها من غير ما ابقى خايفة ان حد يلمسني او يخبط فيه. دي مش موجودة عندنا تقريبا خالص لانه الراجل فاهم انه هو بما انه هو راجل فمن حقه انه يلوش بايده ويخبط ويمشي ويخبط. انا بشوف كتير رجالة بتخبط الستات وهي ماشية وما بيقولش حتى انا اسف. المساحة الشخصية دي حدودها لازم تبقى واسعة جدا بالمقدار اللي الست تحدده لنفسها. انا ممكن ابقى مساحتي قد كده غيري تبقى عايزه مساحه اكبر لكن للاسف احنا عايشين في مجتمع احنا ما عندناش اي مساحه شخصيه يعني احنا منتهكات على طول الخط للاسف. انت في الشارع منتهكه في المدرسه في الجامعه في المواصلات في الشغل في بيتك بطء في تنفيذ القوانين بتخلي الناس زي ما تقولوا ما تستبيع ما تفرقش عندها حاجة. وفي مشكلة تانية في الدولة لازم هي بقى اللي تعملها انه البنات لما بيروحوا الإقسام لما بتجيب واحد عشان تعمل له محضر الضباط بيبقوا عايزين يمشوا الراجل اكم من الحكايات دي. فحتى اللي بينفذ القانون ذكوري ومتحيز ومش عايز يعمل المحضر. انه دور الإعلام هنا التوعية من ناحية وانه يقول ان في سين من الناس تم انتهاكهم وسين من الناس هيتعاقبوا. ده المهم انه نفهم انه في عقاب. رابعا بإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 10,001 جنيه للمدعية بالحق المدني وذلك على سبيل التعويض المدني المؤقت. خامسا بإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 40,001 جنيه للمدعية بالحق المدني وذلك على سبيل التعويض المدني المؤقت. لكن فكرة ان الاعلام يبقى شغله الشاغل ان هو يعرف اسماء الناس وعناوينهم وصورهم ويصور معاهم ويعلن ده على الملأ ده في انتهاك لخصوصية الضحايا. اتصور ان لازم الدولة تحارب ده. لازم يبقى فيه ميثاق شرف في الموضوع ده انه النوع ده من القضايا ما يتمش اعلان اسماء الشخصيات ولا اي حاجه تخصهم شخصيه غير بموافقتهم. يعني ممكن يبقى فيه ضحيه قبل انها تطلع تتكلم اعلاميا لان شايفه ان ده هيساعد او ده هيبقى نوع من الحرب. والله الدوله بتقدر تقول ده ما يتنشرش. يعني في احنا شفنا قضايا كتير ممنوع النشر فيها فالدوله ببساطه تقدر تقول ممنوع النشر. يعني لو انا في قانون بيتطبق على كل الناس كل حاجة تبقى كويسة مش بس حقوق المرأة.